الدنيا والظرفية ستركتور كونجوكت وما بين الفرد والمنظومة لاكتور في السيستم تعبير ميشيل كروز. في هذا الإطار السقوف التي وقعت اليد عليها في ممارسات وفكر وقرا يوزاني غير مرتبطه به فقط، مرتبطه بعمليا ما عنديش الكلمه تاع لا موفونس تاع هذا التوجه. التوجه هذاك غادي يعطيك غادي يريد في شنو بيعمل جسمي في التوجه. انا شخصيا عندي رجل هنا ورجل هنا كباحث كنت كنكتب موفمون ناسيونال ماروكان افيك دي زينيسيال ال ماجيسكول ناسيونال ممكن ومده هنا كتعطيني لونيسيتي كان هناك فاعل واحد، كان هذا الفاعل منسجم وتلغي التعب من بعد. وهذا دام 20 سنة يعني هذا الحوار مع الأستاذ ديالوني قال لي كل مرة كنقول كنقول لي بغي يدير هذا الميسكين بديت كنديرو الميسكين مجموعة ناسيونال ماروكا وكنزيد ديمقراطي خصو تقول عاد باش أنا اللي كنقول راني في ميدان البحث باش ندخل عندي المقامة المفهوم نتاع موفونس ما لقيتوش في العربية. هذا دليل على ما يتجاوز الفرد ويمشي للامور نفس الامور اللي كدير ما بين كوميونيتي سوسيال ومنها كتعبر نسبيا الانتقاء تاع بروز الحداثه الغربيه مع سياده الجماعه الفرد في كوميونيتي ومكان محترم معترف به للفرد في الجماعة والمختلف. هذاك ما بين الكوميونيتي والطرف الكوميونيتي والسوسيتي كيف دار الفرق العربية بيناتهم كاين اللغة أيضا هنا في الأمور منين كنهضرو على فصل الحقول فصل الحقول كنقولوا بأن الحق العلمي مستقل لا يخضع إلا للسلطة الأكاديمية العلمية والحق الديني يخضع للسلطة كذا إلى آخره كتبقى تفصلها. في الواقع ما كاينش هاد الامور ملي كنجيو غير في التعبير نقول كوميونيتي سيونتيفيك طرحت انا السؤال هل الوسط الجامعي المغربي كوميونيتي سيونتيفيك؟ كنقول لا انه مخترق من جميع السلطات السلطه الاكاديميه فيه مهمشه خصوصا في هاد اللحظات اللي حنا كنهضرو فيها مع هاد كيف نكتبوا بالعربيه كوميونيتي سيونتيفيك هل أنه حق علمي مستقل لا يخضع إلا للسلطة الأكاديمية اللغة كل اللغة ما كتواكبش كيعني بأن البنية العامة فيها هذا المشكل. من هنا شوية النقاش مع إسماعيل أنا أظن على الخط ان المعضله الاساسيه في انتقال العقليه المغربيه بالمفهوم المؤرخي نحن مونتاليتي دون سونس ستوريك ستادير لوجيسيال انترنوليزي دون لو سيب كونسيون كوليكتيف ماشي العقليه بالمفهوم كيف كاش كتصرف دون لو سونس كوميونيكاسيون هذه البنيه لا زالت قائمه وفيها مشكله فهو الفصل بين الحقول وهو قبول تعدد وشرع على الاختيار هادو لي سول ما كاينينش عندنا باقي فيهم هذا فلذلك عندك الحق اللي كتطرح السؤال في الخلاصه ديالي اللي كنقول لو كان مرحوم محمد الحسن الوزاني بيننا اليوم لا طور افكاره الى اخره الى فكر البديل هذه الخلاصة باش كتقول هذه الخلاصة غامضة فيها الغنى فعلا ملي كتطرح هذا الشكل يبان فيها الغنى ولكن إذا وضعناها في إطار نسق
البنت غادي تحسوا بالاشكال البنيه اللي حنا كنسميوها هذه البنيه المفتقده كنسميوها العقليه او الذهنيه اللي هي لا زالت في امورها محافظه من ضمن عناصر المحافظه فيها انها مبنية على المنطق الثنائي هذا لوجيك لينيا مبنية على المنطق الثنائي المنطق النسبي اللي ناخذوا منطق الثنائي المنطق الثلاثي ان بين اي كوار اي ممكن يكون رقم مشترك وكنضبطوا الحوار تدخل في لحظات لحظات محصوره ولكن في الامور الاخرى هو يا انا يا انت يا قاتل يا مقتول يا انت العربي او انت كذا وخصوصا في لحظات الازمه ولحظات التدخل التالي اللي يعني تحكم بفكر تولي ديك البنيه الدفينه هي اللي كتحكم اذا السؤال كيولي هل يمكن لبنيه من هذا النوع ان تتطور وتغير بنيتها وما دور الفرد في هذا العمل؟ هنا جوابي هو ممكن ممكن يوقع هذا العمل وهذا العمل هو اللي كله عطينا شويه الامل كله غادي حتى نهار هضرنا مثلا سياسيا مولاي اسماعيل من الفاعلين الاساسيين في هذا العمل في اطار الكتله نقولوا الانتقال الديمقراطي من ذاك الوقت كنا في بداية التسعينات كنقول لهم كنت مالك كتبرص سكتي بين قبالي كنتذكر بان حتى باش نديروا المحضر ما بغاوش باغي نديروا المحضر نتاع الكتلة ويكون المحضر يكون موجود ها الأمور كان كيدير الوزير كيكتب كيدير كيخلي صافي الرسالة كيدير ليها فوتوكوبي لابور منين يجي الجواب كيلصقها معاها ويحطها في الأرشيف ديالو قلت لها ما عندهاش عندها البيانات اللي خرجات ودارت الامور لكن الامور ديالها هذا داخل في البنيه داخل في نفس هذه البنيه نقول الانتقال الديمقراطي كنت اقول لهم من اين الى ماذا اش كتعني لك الديمقراطي الانتقال كان غموض مقصود كان غموض مقصود اذا كان الديمقراطي نعت كيعني سلمي كيعني مدني كيعني كذا فاذا هذا اداه لكن من ماذا؟ من تقول وقول الانتقال من محافظه الى الحداثه لا ما كنتش نقول هذا لان لقنا خصنا نحطو في سد عن الدوله ودابا ماشي وقتها ما يمكنش نحطو في هذا الاطار بل واحد الوقت في مذكره مذكره الكليه تاع 96 كنا غير نحطو فيها ان المغرب دوله ذكروا اسماعيل المغرب دوله اسلاميه الاول كالمقترح لذلك يجب اكتمال الشريعة في سيارة الكهرباء تقرد من يخطرها لا نقاش وستا وصل واحد الوقت كيكشف فيها كده لما هذا الشيء ما مقصوش يعني الشريعة في الوقت هذا تحت فرش ذاك الوقت احنا في كل وحدة ذاك الوقت موجود هذه الامور ولكن كاين هذا اذا ولو بهذا الغموض كاين امكانيه التغيير الديني ولكن خص التغيير لا يمكن الفرد يساهم ولكن التغيير ما يوقع الا اذا كان واحد الحركه جماعيه اللي كتمس العمق ماشي المواقف السياسيه ولا تمس التمثل لا الثقافة لا التاريخ لا الأمور هذا يعني عدم مع الإسلام ولكن قراءة أخرى كيف قال كنت سابق نتاع الوزان قال هذوك القراءات كانت أولية الغوص هذه القراءات هذه باش تخرج واحد الأمور ومن هنا الكلام اللي تقال على العلمانية وغيرها في الفرنسية كاين كلمتين كتعرفوا كاين لا سيكولاريزاسيون اللي هي الأعمق كنا كنترجموها بالطهرانية أو إلى آخره وكنا كنترجموها بجملة ماذا تعني باش يكون فيها بوضوح و لا لايسيتي اللي هو الشكل الفرنسي اللي كان شوية متطرف في صراعه مع الكنيسة
بالنسبه للشيء اللي عطى المساله الدينيه واحد المركزي الاساسي الحداثه ولا سيكولاريزاسيون لا تعني العدم الدين لا تعني العدم لا تعني الالحاد لا تعني تعني فقط ان المساله الدينيه تدخل في الفضاء الخاص وبان الفضاء العام يحكمه رابطه القانون اثناء درنا على احدى الاستباقيه تاع الوزن ولكن باش نمشي من هذا الامور توصل الفصل هذا الامر كاين كنلقاو ملي كنلقى كتقرا النقط الاساسيه المقترحه في الدستور مشروع الدستور 47 البيان اللي تعطى بنفس الدستور ونمشي بطريق متوازي مع السير نحو الاستقلال بل خصو يخرج الدستور وكنت تتوج ديالو هو الاستقلال كتلقى في ليبرتي دو كونسونس حرية الكلام وكيف في نفس الوقت كتلقى في الدور المركزي الإسلام والأمير المؤمن ما كايناش كلمة الأمير المؤمن ولكن كاين هذا الباقي موجود لحد الآن مثلا كتقرا الدستور تاع 2011 كل عام تطوزي من أحد المحاريب هذا الشيء تاع الدستور كتقرا ما فيش كلمة شاب اللي كانت جوهرية كاع تصدر المغرب ما فيهاش كلمة شاب كانوش كلمة هي أساسية في فكر الوزن كلمة ما كاينش كلمة شاب لأن درتي غدير ملي كنقولو السلطة ولا السيادة ولا السوفرينتي ولا لي بوفوار كاين لي روليجيون عند وزنية إلى أن الشعب مستغرب مستغرب السلطة الشعب مستغرب السلطة يعني ولكن ملي كتجي في الأخر دائما كدير واحد العطف في حدود الكلام احنا في حدود الاسلام في حدود الملكيه انت كتجيبها بهذا الشكل ومن هنا يعني البنيه كتبقى قائمه واخا تاخذ القرن اللي وقع فيه هذا العمل هذا تاع هذه الامور كاين هذا التردد كاين هذا التردد على الرسول ديالك واش هذا التردد ممكن يحسمه واش ممكن الوزن يحسمه انا في اعتقادي كل بقى غادي يقدم امور لان الافكار اللي عطى النقاش الاخراني اللي كان بين الاثنين كان واش وزني مفكر ولا رجل فعل لكن سا مونتاكس رجل فعل سياسي ولكن كاين افكار مزروعه هنا وهنا اللي كان ممكن تطور الى بنيه مع الزمن مع تطور الزمن لان الزمن كيوقع فيه تغييرات كبيره ماشي كلها ايجابيه ولكن بعض المرات لو كاو كيخرج منه شي حاجه اخرى كنتمناوش ولكن سدي الوفي فيك ولكن كيخرج منه بون الوزاني لماذا كان عنده هاد الفكر ديالو كان منتج وكان كينتج في هاد الامور لانه مده طويله في حياته كان في الهامش يفعل من شي كان هامش يفعل من الهامش الا جيدو لا مارش ملي كتفعل من الهامش عندك حريه اكثر تجاه البنيه الضابطه اللي راك فيها وملي ندخل نشارك في السلطه فتره قليله مباشره كيخرج وكيدير نص اللي مكتوب بشكل دقيق من الناحيه القانونيه اللي كتعطي حريه انه يستقيل وحريه انه ما ياخذش الاجر اللي تعطى له في ذاك الام هذا الفرد ولكن لا يمكن يديرها واحد اللي موجود في مركز الحق السياسي اللي مكتف لا بالثقافه السائده وهذا هي بنيه الحق السياسي المغربي هو ان في فاعل واحد اساسي اللي هو الملك يهيكل الحق بطريقته و ولكن يفتح الامكانيات نتاع التموقع السياسي واش في المركز واش الموقع في مركز الحق ولا في الهام نشوف ندبر لراس ولا كنركز هذا البنيه تاع هذه الحكومه تغيرت كثير من الاستقلال كنت طرح شي سؤال على هذه الفتره تاع 55 حتى 60 هذه مرحلة المخاط هي مرحلة المخاط
كان فيها ممكن مجموعة الأمور على قوس، كان قوس مفرد، كانت مجموعة الأمور كان ممكن ممكن تاب بما فيها أننا نطور إلى نوع من الأمثلة الإسلامية. الميمانيزم قال ابن عبد الله إبراهيم ثقفت زوجته بحب الزلي والمسكين قرب من يوسف بعد قرب لونزو دا كلية الحقوق دا الفلسفة حلقة سوسار تلقى مع رودون، يعني كان عنده واحد الحمود وكان عنده علاقة مع الحرفيين تاع مراكش نتاع، يعني كان عنده قاعدة ومحمد خالص يتوى عنده واحد الزواج، كانت واحد العلاقة ممكنة تعطيه مثالية فيها مشاكل فعاش مولاي سعيد الحزب الشيوعي المغربي تمنع وطلب في البداية الملك من مولاي عبد الله إبراهيم يمنعه، قال له لا منعه بالقضاء، مشاو للقضاء الحكم الابتدائي ما مشاش مع الملك، راه رفعوا الحزب الشيوعي بالاستئناف دخلوا المشكل الإمارة المؤمنين وكيقول أنا كمالك وكأمير المؤمنين لا يمكن أن أقبل بحزب شيوعي ملحد في المغرب وتمنع، وكان قبل اللي مفيد ماشي هو هذا كيف قلت سابقا اللي قبل هو اللي مفيد اللي قبل هو ذاك الحكم الإبراهيم فيها الوطنيين فيها بين قوسين العلمانيين هما كيتصلوا بالحزب الشيوعي كيقولوا له عافاك جاو لنا حلوا راسكم وعفيونا من هاد المشاكل اللي كاينه، وهاد التصرف فين غادي يكون؟ هذا هو التصرف تاع البنيه الدفينه اللي لا تؤمن بالتحكم لا تؤمن بالاختلاف الموجود في من هنا النقاش حول مشاكل الوزنية تاع طلاب راك وتاع عائلات وتاع إلى حد ما بنصير عبارة أخرى واحد الوقت كنت باغي ندير طروحات الدولة ديالي على هاد على المفكرون المهمشون غير كتفكر داخل علا الفاسي نهار بدا كيفكر وكتب لنا قداتي كان مو بعلم الحزب ها؟ لا زعما كان عندهم مشكلة كان هو راه حتى الاستقلال راه بقى في طنجة ما دخلش الأيامات الأولى حتى بقى عندهم محمود الخامس وشو بدا باش تبان كان عنده ولا كان عنده موقف من إكس ليبل كان عنده موقف كان مع جيش التحرير صحابي يعني غير تفكير التفكير داخل البنيات السياسية إما غيكون من أجل التبجيل ومن أجل الشرعنة ومن أجل يعني العمل الدعاية في الحقيقة، أما تكون واحد الشحنة نقدية البنية ترفض هذا تخرج هذا، فمن هنا الإشكالية راهي موجودة عاش المسلم يعيشه كل من أراد أن يفكر وأن يطور وأن يغير في العمق البنية المحافظة المبنية على الثنائي. يا ربي يا ربي يا ربي نهي بسرعة الأستاذ كاين ربما يكون أكثر غير حسب علمي أنا كاين شمع الحاجة الإسلام بنونا لقب ديالو أب الوطنية المغربية البير دي ناسيوناليزم علاش أب الوطنية لماذا؟ اللي كتلقى أن أول مشكل اللي تطرح منها مع الاستقلال كان هو وصول الاشتراكيين القيم الجمهورية في إسبانيا والمشكل اللي غادي تطرح على الشمال لأن كان عندهم موقف
ضد الاستعمار وضد ان الجيوش الاسبانيه تكون في الاستعمار. والوطنيين تحت السلطه، ايوا الا داروها الا خرجوا من الشمال اش غيوقع؟ واش حنا قادرين نديروا فيها قاعده خفيه؟ بخصوص ان عقد الحمايه مع فرنسا، البند الاول كيقول فرنسا هي اللي غتعطي واحد الجزء لاسبانيا. اذا فرنسا غادي ترجع. وكان النقاش ما بغيناش فرنسا ترجع للشمال. وداروا وفد ومشاو شافوا اول رئيس الجمهوريه نتاع اسبانيا وذكروا معاه قالوا ما تخرجوش بقاو في الشمال. وبقاءكم في الشمال نضال ضد الاستعمار في فرنسا. ومن هنا خدت الشمال واحد الوضع خاص اللي تولي قاعده خلفيه للوطنيين. من هنا بدات البدايه. في ذاك الوقت كان نقاش عميق ما بين الحاج عبد السلام بن منا وشاكي برسلان كان مرتبط معاه، علا الفازي كان عنده 20 عام، خالد الطروس كان عنده 20 عام. دار نقاش وقسم بالنسبه لهذو الجوج من الصعاره. وكاين شو ما هو الشيء اللي كان نهضر عليه في الصحراء دابا نتاع الحكم الدني، قالت لي وسع تبلور ذاك الوقت باش يتعطل الشمال الى اخره. مشى بواتيقا موجوده الصوره ديالهم الوفد اللي مشى وتلاقوا كيقولوا عليه. طبعا رئيس الجمهوريه استقبلهم قال لهم يكون خير الى اخره، ما وقعش شي حاجه مكتوبه، غادي نتراجع فيما بعد. ولكن كاين هذه البداية تاع الحديث عن الاستقلال لدرجة من كان ضحكوا كنقول وثيقة الاستقلال. كان يمكن استقلال ولكن فيها نقاش تاع الاستقلال وشروط الاستقلال. الوثيقة الثانية شيوعية. دابا الشيوعيين خصوصا واحد الفرنسي المغربي جوزيف ديمون كان في الكناس جوج مغربية عندها فرمة صغيرة في عين دارشتات كان كيخرجوا واحد المجلة ومشى مع واحد العموريه اللي كان في الفتنه. هما كانوا شيوعيين تاع ذاك الوقت وخرجوا واحد البيان في فبراير 35. وهاد جوزيف ديمون شاف في الحرب العالميه الاولى تعطف فيها وكانت عنده لا ليجون دونور. هما كانوا كيخرجوا مجله سريه ديال اللي كتب فيها هاد المشروع تاع مشروع البرعيه في الموفمون سانديكال دوزيام طور اللي كيسالي كلاس تاع كلاس. حتى تحكم جوزيف ديمون تحيد لا ليجون دونور وفهم المغرب وتقمعوا الشيوعيين المغاربه مسلمين ويهود وشيوعيين فرنسيين معهم. هذه الوثيقه فهي تاريخ محمد. طبعا كاين وثيقه الشمال عام قبل العروض 14 فبراير 43 14 فبراير 43 خرجوا جوج الاحزاب الشماليه الاثنين حزب الاصلاح الوطني وحزب الوحده المغربيه وطويله كاع اللي جاو من بعد لان تاع 11 يناير ولا 13 يناير خارجين منها ما فيهاش ديمقراطيه. تميز نتاع الكونفيرس الديمقراطي وحتى هادو بجوج اللي عندنا راه فيهم الديمقراطي كتجمع في الشورى دونك هادو هما اللي هما خمسه ديال الفريق الكيمين. ولكن كيف كتعرفوا قدم وثيقه دير بيان دير يعني مذكره وقراها اليوم وقراها لا تخلق الحدث قد تخلق الحدث ولكن قد لا تخلق الحدث. اذا الحدث هو في الاخر شيء ولا شيء. شيء ولا شيء في 29 و 30 وكاينين الشوريين ماتوا الاستقلاليين ماتوا الشيوعيين ماتوا يعني الناس العاديين ماتوا. هاد اللحظة هذه اللي ولا فيها تعبير عن الاستقلال كما اقول وقعوا بالدم هو نفسه يكون الايام